أحول جملة أنا استقبلت الضيوف مع الضمائر التالية: أنت، يلا ياسمين، ياسمين، أنت استقبلت، أحسنتي، أنت أنت استقبلت، كمل كملي، استقبلت، استقبلت شكون؟ سكتينا سكتينا، استقبلت شكون؟ كملي ياسمين. الضيوف، الضيوف، الضيوف. انت انت استقبل، ما كانش عليا نعاود هذه، نقول ديريكت انت استقبلت الضيوف. انت اللي حداها، انتي يلا انتي تشوفوا دابا، تشوفوا قربي انتي اللي زعما تي باش قربي لها اجي حدا وسي، يلا سربي انتي، انتي اجي خلاو وسي لا تجي انت انتي استقبلتي، استقبلتي استقبلتي رقف، استقبلت ضيوف، ضيوف. هنا نحن اللي تبع، نحن قبلنا الضيوف، استقبلت، حولها حولنا نحن، نحن استقبلنا الضيوف، نحن استقبلنا الضيوف، استقبلنا، استقبلنا ضيوفا، ضيوفا. يلا أسيب، أنتما، أنتما استقبلتم الضيوف. أها بصوت مرتفع ما سمعتكش مزيان، أنتما هي هذيك صحيحة، داكشي اللي قلتي، لا داكشي اللي قلتي في الأول كان صحيح زوين. أنتما، أنتما استقبلتم، كملي كملي كملي، كنتي قلتي لها المرة الأولى زوينة. أنتما استقبلتما، استقبلتما، استقبلتما ضيوف، ضيوف. الآن أمشي لتمرين آخر. أغني رصيدي أصل بين الكلمة وضدها. يلا نردي، أشعل، ضد ديال أشعل، أطفأ، أطفأ، أحسنت. عبد الرحمن، ضد ديال فتح، أغلق، أحسنت. ضد ديال رتب اللي تبعه، رتب، وسخ، للأسف بعثرة. ضد ديال ماهري، ضد ديال نظفة، باقي وحدة، وسخة. أشنية ضد ديال نظفة الماهري؟ آدم الماهري، ضد ديال نظفة العكس ديالها. نظف، نظف العكس ديالها هي شحال؟ هي اش؟ هي وسخ. يلا غنمشيو للآخر. أنا أضع سؤالا لكل جواب مستعملا ماذا أو متى. دابا نختار بين ماذا ومتى. تهيئ الأم طعام الفطور. يلا متى، نعم متى، متى متى تهيئ، إذا متى تهيئ، تهيئ الأم، أم طعام الفطور، الفطور. نعم أنت، أنت متى ولا ماذا ولا متى؟ زارت الأسرة الجدة يوم الأحد.
متى زارتي او ماذا هو اطرحي عليا السؤال قولي دابا الجواب ديالو ديال هذا السؤال اللي خصك تجاوبيني عليه هو هذا زارت الاسره الجده يوم الاحد يلا قولي السؤال يلا جاوبي عليه يوم بعد كملي الجملة هي زارت الأسرة الجدة يوم الأحد متى يوم الأحد متى زارت الأسرة الجدة صافي متى زارت الأسرة الأسرة علاش يوم الأحد حنا هذا هو السؤال متى زارت الأسرة الجدة سكتوا كل واحد بالنوبة ديالو متى زارت الأسرة الجدة هذا هو السؤال والجواب ديالو هنا هما تيعطيونا الجواب تيقول لنا عطيونا أسئلة زارت الأسرة الجدة يوم الأحد هذا هو السؤال هذا هو الجواب ديالو إذا ها هو واحد الجواب قلبوا لي على السؤال ديالو أنت عاد الأب من عمله مساء واش غنديروا ماذا ولا متى متى يلا كملي كملي السؤال كملي ما. متى قري هذا عاد عاد كملي الأب اها كملي من اها ما لا عملي 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 هي عملي عودي متى قري معايا متى عاد الأب من عمله واش نزيدو مساء ولا لا انتي هذا ما سولتكش دابا اسمعي هنا عندنا عاد الأب من عمله مساء رجع الاب من الخدمه ديالو بالعشيه هنا بغينا نطرحوا واحد السؤال لهذا الجواب واش غنقولوا متى عاد الاب من عمله ولا متى عاد الاب من عمله مساء مساء لا غنقولوا متى عاد الاب من عمله امتى رجع الاب من الخدمه ديالو الجواب هو رجع الاب من الخدمه ديالو بالعشيه عاد الاب من عمله مساء ما خصناش نقولوا مساء وحنا الا كنا عارفين مساء علاش غنطرحوا السؤال ما نسولوش كاع هذا السؤال كل واحد بالنوبه ديالو يلا الان فين وصلنا وسيم بقنا جواب وسيم فتحت الاخت النافذه واش متى فتحت ولا ماذا فتحت متى فتحت لا دابا حنا متى فتحت الاخت شوفوا انتبهوا هنا هنا فتحت الاخت النافذه ياك دابا هاد النافذه ما خصكمش تذكروها في الجواب صافي فتحت الاخت اذا هنا الجواب ديالها هو النافذه وكذلك هنا الفطور ياك احسنت مزيان فتحت الاخت واش غنقولوا ماذا فتحت الاخت ولا متى فتحت الاخت متى فتحت الاخت لا غنديروا ماذا فتحت الاخت ماذا ف ت ح ت الاخت ماذا فتحت الاخت ف ت ح ت ل او خ صافي ماذا فتحت الأخت؟ الجواب ديالها هو النافذة فتحت الأخت النافذة حتى هذا راه كان عندنا خطأ هذا الأولاني أنصحه متى متى ماشي متى ماذا هنا هنا الجواب هو ماذا تهيئ الأم حتى الطعام ما خصناش نذكره ماذا تهيئ الأم ماذا تهيئ الأم معلش إذا هكذا